في الحلقة الرابعة صابر بيفتكر لما دكتور سميح قاله انت موتت قبل كده وحرقت كذا جن، هو ده صح؟ صابر قاله لا مش صح، بس دول لازم يتعامل معاهم كده، دول أذى، وانا كنت بدافع عن اهلي وعن نفسي، وما كانش نيتي القتل او الحرق، انا كان في نيتي ان اصرفهم بس. والمحكمة بتولع والناس كلها بتجري على بره، سميح وصخر واقفين بيضحكوا. صابر خرج امه ودخل القاعة تاني، لقى صخر وسميح اختفوا. راح صابر على القفص اللي محبوسة فيه عيشة بيحاول يفتح فيه مش عارف، ظهر له عماد حدف الكرسي في الحيطة اتكسر بقى فيه حديد، الحديد ده خده صابر عشان يفتح بيه وطلع عيشة فعلا، وجم العساكر يساعدوه، وفي عسكري دخل عيشة الحبس. وبعد شوية ظهر لها عماد، قالت له أنا مش ندمانة، أنا كنت بحميها منكو. عماد قال لها أنا عايزة أفهمك إنك أول ما تفوقي وترجعي لطبيعتك مش هتصعبي عليا، واختفى. قعدت هي تغني الأغنية اللي غنتها لبنتها وهي بتموتها. وقاعدين كلهم في البيت بيتكلموا، جميل بيقول لهم مش ممكن اللي حصل ده يكون خير؟ صابر قال له أكيد إن شاء الله. حسن قال له لا مش خير، هو ده لعب الشياطين ولسه هيعملوا فينا أكتر من كده كمان. وجه عسكري قال لي صابر عايزينك بكرة في القسم. وسميح بيدي الناس درس وبيشككهم في الدين، بيقول لهم في حاجات كتير قوي موجودة ملهاش أي دليل علمي ولازم نصدقها ونسمع الكلام وخلاص من غير ما نفهم، بس أنا هقول لكم على الحاجات دي. وخلص الدرس، كاسيا نسيت شنطتها عشان منال تشوفها، أول ما منال شافتها قالت لها نسيتي شنطتك، اتعرفت عليها ومنال بتقول لها أنا مش فاهمة يقصد إيه بإن في حاجات متشكك فيها، كاسيا قالت لها تعالي وأنا هفهمك. وراح صابر للظابط عشان مد رغام، الظابط قال له فهمني بقى إيه اللي حصل. صابر قال له أنا لو اتكلمت حضرتك مش هتصدقني، فاعتبرني إن كنت بتكلم معاه ووقع مات. الظابط قال له طب إيه اللي يخليه يموت فجأة كده غير إن ده سحر؟ صابر قال له الراجل ده كان صاحب أبويا وأنا كنت رايح أقعد معاه شوية. فجأة ظهر له صخر قال له بدأت تكذب يا صابر، أنت كده ماشي كويس، واختفى. وظهر له تاني مكان الظابط وفضل يتكلم ويستفز فيه. صابر فضل يقول ما قتلتوش ما قتلتوش، اختفى. وظهر الظابط تاني قال له في ايه يا صابر، محدش اتهمك في حاجه، مراد رغام قالت انه عنده القلب من فتره كبيره، تقرير الوفاه بيقول انه مات بازمه قلبيه، يعني انت مش متهم بحاجه، لو في حاجه عايز تقولها اتفضل. صابر قال له انا طالب من حضرتك خدمه. ورحاب خارجه من بيتها، زين جالها قال لها انا طالب القرب في اختك منال. وهيثم بيشوف البرديه قال له دي من الترجمه لاكتر من لغه، عربي وعبري وفي لغه ثالثه انا مش عارفها، زميلتي نورهان معاها كذا لغه يعني هتبقى عارفه اللغه دي كويس. صابر قال له طب هي امان؟ هيثم قال له اه ما تقلقش منها. وجات نورهان مسكت البرديه استغربت لما شافتها، سالته انت جبتها منين دي؟ قال لها دي ورث من ابويا. قالت له ايه موضوع الطياره واللي حصل فيها؟ قال لها انت عارفه ان ده الشغل بتاع نت وانا ما اعرفش فيه حاجه. قالت له اللي مكتوب بالعبري هو يهو اسم الاله الاعظم الذي يحارب الشر، وكملت شويه كلام. وفي كلام مكتوب باللغه الارميه ودي محدش هيعرفها لان محدش بيتعامل ولا بيتكلم بيها ولا يعرف عنها حاجه دلوقتي. رحاب راحت لمنال قالت لها زين قال لي على كل حاجه، هو انت ما لقيتيش غير طليق وتتجوزيه؟ منال قالت لها ربنا بيولي في القلوب بقى، وبعدين هو انت لسه بتحبيه؟ رحاب قالت لها ما انت عارفه اني ما بحبوش اصلا. منال ضحكت وقالت لها خلاص انا بحبه وبموت فيه وهو كمان بيحبني. وصابر راح عند بيت مراد رغام، جارها قال له هي مش موجوده، ابنها تعب وودته المستشفى. صابر عرف مكان المستشفى عشان يروح لهم. وحسن قاعد بيتكلم في حته ارض جديده عشان يشتريها، جاله زين ودخل وراه سميح، قال له انت وزين لازم تتصالحوا ومش عايزين مشاكل تاني. زين قال له انا هتنزل لك عن ارض سليمان، هديه مني ليك؟ حسن قال له انا مش فاهم حاجه، الهديه دي ليه؟ زين قال له الهديه دي مهر منال، انا عايز اتجوزها، جاي اطلبها منك عشان انت صاحبي. ومرات رقام هي وابنها في المستشفى بتقول للدكتور داوود بيتشنج وبيعمل حاجات كتير غريبه وبيكسر في اي حاجه قدامه. الدكتور خده على السرير يكشف عليه، لقى بيقول له انت دكتور ياسر؟ الدكتور قال له صح، قال له ابن كريمه. الدكتور خايف ورجع لورا. داوود قعد وعينه ووشه كلها تحول وبقى شكله غريب، زق الدكتور والباب اتفتح لوحده وخرج ينده على صابر، الناس كلها جريوا خايفين. صابر وصل داود قال له صابر ابن عفاف فيفي تفتكر المره دي هتقدر؟ وبدأ يعمل حاجات غريبه ويطلع على الحيطه، وزق صابر وقعه على الارض. صابر افتكر لما درغام قال له هأمنك امانه ابني، فضل صابر يقرأ قرآن ويقول ادعيه، وقرب منه حط ايده على راسه ورقاه، رجع داود طبيعي. امه فضلت تدعي له وتشكره، صابر قال لها اللي موصيني عليه درغام. وراح صابر معاهم البيت، قالت له دي اوضه درغام ما كانش حد بيدخلها غيره، وفي اخر ايامه ما كانش هو كمان بيدخلها. قال لها طب انا ممكن ادخلها يمكن الاقي حاجه فيها تفيدني؟ قالت له حاضر هدخل انايم داود واجيب لك المفتاح. حط صابر ايده على القفل، حس بحاجه غريبه، فضل يذكر ربنا. وحسن رايح عند بيت منال، لقاها قلعت الطرحه ولبس الضيق، قال لها ايه اللي انت عاملاه ده؟ قالت له انت مالك عايز مني ايه؟ قال لها مش عايز منك حاجه، عايزه تتجوزي براحتك، اللي يهمني في الموضوع كله اشوف ابني وقت معوز. قالت له حقك.
وفتح أوضة درغام. أم داود سابته ودخلت جوه. فضل هو يدخل الأوضة ويقرأ قرآن وأدعية ويبص في كل حتة ويدور، بص في الكتب مفيش حاجة. فضل يدور لحد ما لقى كتاب شكله غريب، فتحه لقى فيه طلاسم ولقى فيه تسخير صخر. افتكر لما درغام كان بيقرأ على صخر وقال له: أنت لسه بتستخدم الطلاسم الحرام عشان تخلص مني؟ وقفل صابر الكتاب ولفه وحطه في هدوم وخده ومشي من غير ما أم داود تشوف إنه خده. وصابر داخل البيت لقى عمته وجميل جوزها عايزين يمشوا وكلموه بطريقة مش كويسة. صابر قال لهم: هو في ايه يا جماعه، انتوا بتتكلموا معايا كده ليه؟ قالوا له: احنا رحنا عند دكتور سميح وفهمنا على كل حاجه. صابر قال لهم: يعني مصدقين سميح اللي لسه عارفينه قريب ومكدبيني انا؟ ده انا اكتر حاجه تعباني حمايلكوا. عمته قالت له: اذا كان مراتك كانت عنده ومصدقاه احنا مش هنصدقه. زعق صابر وبيتكلم لقاهم سكتوا ومحدش بيتحرك منهم خالص. ظهر له سميح قال له: محدش هيسمعك من اهلك، انا جوه عقولهم. صابر قال له: انا ربنا معايا وهيخليني اكشف حقيقتك ليهم كلهم. سميح قال له: خليك في صفي وانا اخلصك من اللي انت فيه ده كله. صابر قال له: كنت بقيت في صف اللي قبلك يا شطان، انت دجال. وبيزعق فيه لقى اختفى. جميل وعمته بيقول له: انت بتكلم مين؟ ليه حق في اللي بيقولوا عليك؟ انت شكلك مخوي فعلا. ومشي وسابوه. راح صابر بيت ابوه القديم ومعاه كتاب. دخل فتح الكتاب وبص على صفحه صخر، قرا اللي فيها كويس وبدا يكتب على الحيطه. وبيكمل كتابه في واحد معاه عصايه كبيره بيقرب على البيت. كمل صابر كتابه لقى في حاجات غريبه بتحصل في البيت، الستاير بتتحرك لوحدها والنور بيقيد ويطفي. كمل كتابه والراجل بيقرب على البيت اكتر. وخلص الكتابه اللي بيعملها لقى صخر حضر، قال له: اللي انت بتعمله ده يا صابر كفر. وبيضحك. صابر بقى واقف مستغربه. اتمنى لو الحلقه عجبتكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد.